ارقص فرحان مكيف الافول ولا كيف تطفر ترى راح تتورط يا الاغبر ويسمع كلام ولك روح ولك راح يطيح حظك. خير خير حبيبي شبيك صوتك واصل راسك خير. لا ما معنا فيلم فيلم زواجنا هاي نفس ابو المثل قال يوم النكسة اذا تريد تتذكر شبابك شوف فيلم زواجك. شوفنا شوفنا شقد حلوين الله. انا ما داجي اشوف على مود هذا السبب. ها لا قلت بلكت بالاعادة يعني اقدر اطفر واخلص من الكارثة. كارثة؟ أنا كارثة؟ لا بتقولها قدامي؟ إذا أنا كارثة ليش ما تطلقني؟ طلقني طلقني فايتي غير زوج أنا وموقع على مؤخر 70 مليون منين أجيبهن أني؟ أبيع الكلى ويمكن عن قريب راح أسويها. هالدرجة؟ لكن هالدرجة؟ معقولة؟ بس مو صوتك صوتي أنا ما أعرف ليش أسلوبك زفت وياي هيجي ما أعرف. زفت؟ صدق على طار الزفت شنو أخبار الوالدة؟ مش عليها الوالدة؟ لا شاش شنو هاي؟ عقد زواجنا شو سوي عندك؟ والله طلعته قلت ملكي ألقى بي تاريخ انتهى صلاحية كسباير عبالي مثل الأكل طلع ويا الموت لزقة. لكن انت ليش ناوي تزوجني؟ لا وبنفس هذا اليوم ليش؟ بنفس هذا اليوم؟ ليش شكو حدث في مثلي هذا اليوم؟ لا عيد ميلاد زواجنا يا ناصح. لا البقية بحياتك كنا على الطريق لا حول ولا قوة. أشو وقفت؟ ما أنا كل عيد ميلاد زواجنا أوقف 10 دقائق حداد على هذا اليوم المصخم.